طيب تتوقع ايه ان شاء الله النادي الاهلي في بطوله كاس الكؤوس وبعدها ان شاء الله كاس العالم للانديه؟ انا عندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه وفي الستاف في الكل عامه. هم ان شاء الله على قد المسؤوليه ويعني وده كان باين جدا في الماتش امبارح من بدايه الماتش لحد اخر الماتش. فانا واثق فيهم جدا ان هم يعملوا حاجه ايجابيه جدا ان شاء الله. وانا شايف بصراحه اللعيبه ما قصرتش في اي حاجه وما بتاثرش من اول السيزون لحد دلوقتي. صحيح. اللعيبه بتحاول تطلع 100% بتاعتها. صحيح. وماشيه على نظام معين وبتحترم النظام ده. وعامه هي حاجه مش سهله اللي انت يبقى عندك نظام جديد مدرب جديد وتمشي على النظام، خصوصا ان مثلا ممكن يكون في الدوري المصري في انديه ثانيه ما تبقاش ماشيه على اساس معين، بيبقوا اللعب بيبقى فيه يعني طالع ونازل جوه المباراه، ان انت تبقى ماشي على سيستم كده او نظام بتلعب بيه وبتحاول تتقنه طول الماتش، ده حاجه مش سهله. فاللعيبه بصراحه عملت عليها 100% ولعيبه بصراحه مشرفه جدا يعني. صحيح. هل يعني انا واثق ان هم ان شاء الله هيعملوا حاجه كويسه جدا وايجابيه في البطوله يعني. وانا معاهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. هل ممكن نشوفك مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ولا ده ممكن يبقى صعب؟ كاس العالم للانديه بصراحه هيبقى الرولز بتاع القوانين بتاعت الاتحاد الدولي هتبقى صعبه جدا بالنسبه لي، لان المفروض ان انا بلعب السنه الجايه مع دينامو بوخارست وهلعب معاهم بطوله اوروبا. فما ينفعش ابقى متسجل مع فرقه من اوروبا في بطوله اوروبا والعب مع فرقه ثانيه زي كاس العالم للانديه. انا جيت الموسم ده عشان خاطر احنا كنا خلاص خلصنا بطوله اوروبا. فلو لعبت مع الاهلي الموسم ده ما ينفعش ارجع تاني لو في بطوله اوروبا، احنا كمان خلاص اوريدي احنا خلصنا بطوله اوروبا. فالسيزون جديد فبتبتدي من جديد بقى، صعب جدا بصراحه. نعم. انا نفسي والله بصراحه يعني، وانا متاكد ان هم برضه هيعملوا ماتشات كبيره زي بالظبط. والنادي الاهلي اكيد كان نفسه وجميع النادي الاهلي 100% كان نفسها يعني، انا متاكد ان جميع النادي الاهلي كانت فرحانه جدا بوجودك يعني. والله وانا فرحان جدا بصراحه ان هم فرحانين بوجودي. وامبارح زي ما قلت لك الاجواء كانت حلوه جدا، الواحد بقاله سنين ما لعبش في الاجواء دي والواحد كان مبسوط جدا بيها، وخصوصا مع المكسب. وانا اخر مره لعبت اهلي وزمالك كان في صاله النادي الاهلي حوالي 2009 2010 من زمان قوي. صحيح. فبصراحه اجواء جميله جدا وحاجه يعني ما تتوصفش بصراحه. اتمنى لك يا رب كل التوفيق ونشوفك بقى قريب مع منتخب مصر، بما اننا مش هنلحق نشوفك تاني مع النادي الاهلي في الفتره القريبه دي. واتمنى لك كل التوفيق وبالتاكيد للسلامه كابتن علي زين نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر في دينامو بوخارست، واحد من اهم الاسماء اللي جت في تاريخ كره اليد المصريه. بشكرك شكرا جزيلا انك طمنتنا على حالتك، وان شاء الله الامور تتحسن في القريب العاجل.